تحياتنا مستمرة، انطلاقاتنا متجددة، مشاهدينا متابعينا الكرام، مع شوط الختام وشوط الوداع في هذا أيضا المسار وفي هذا الصباح. شكرا لطاقم العمل، شكرا للجان، شكرا والشكر يعود إلى السيد ساري بن محمد بن كراز المهيري، مشكور يا أبو سعيد على هذا التنظيم. شكرا هناك أيضا خميس بن عيسى المنصوري، شكرا سعيد بن عبد الله بن مناخر على خيلي، شكرا لجميع اللجان المنظمة هناك أيضا في هذا السباق على هذا التنظيم الجميل والواضح. وضوح الشمس هنا أيضا في مساراته، في انطلاقاته، في تسجيله، في الجهود هنا القائمين هنا مع البداية. شكرا من الأعماق هنا أسير مع انطلاقة شوط الختام، شوط الوداع. من سيغلق الستار مع انطلاقة شوطنا السادس عشر للإبكار؟ فئة المهجنات الأصايل لسن الإذاع وسن الإمتاع، الخمسة كيلو مترات هي المسافة هنا، ما هنا المسافة المقررة لهذا السن على البداية والمقدمة مع المركز الأول. هذه الظبي، ظبي الفلا، رمز العطاء، معنى الوفاء عند بن مقارح راشد بن بخيت بن علي بن مقارح، من المحاربين القدامى في عالم سباقات الهجن، شعار كبير ومميز. يا ما قدم هذا الشعار، يا ما قدم من الأصايل هناك أيضا في ميدان الشحانية وفي دولة الإمارات، قدم الأصايل وحاز على هناك الرموز. المركز الثاني هناك الشاهينية، أو هنا أيضا القادمة الواصلة، هنا أيضا سمحة، هذه سمحة محمد بن مطر بن ثعيلب بن هواش الخيلي اللي هناك أيضا انطلق في صباح هذا اليوم واختطف نقاط. بينما المركز الثالث من الجانب الأيمن هنا على الوصول والتقدم، هناك من تصريح أحمد أو مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي، وهنا القادمة ظن عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي، وهناك أيضا وصول وتقدم مشاهدينا اللي احتلت المركز الثالث من الجانب الأيمن، هذه اللي تسللت شواهين شواهين هنا أيضا بشعار عامر بن سعيد بن عامر العويسي اللي ضمرها، هناك أيضا عبد الله بن غالب بن براك الكثيري هنا شعاره يتقدم هنا في هذه اللحظات. بينما اللي تدخلت في هذه المسار العزرة سالم بن الديمي بن غفان الخيلي الذي أبطأ في هذا الموسم، أبطأ أبو أحمد في هذا الموسم هنا، ولكن انتظروا له رد، الله يعود، يعود أبو أحمد دائما له مفاجآت، أبو أحمد دائما وخاصة في عاصمة في العاصمة هنا، ويعود في عاصمة الميادين. بالفعل هكذا مشاهدينا اللي تدخلت هذه حاملة رقم 10
شعال بن محيروم مع مطفية محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي وشعال بن مقارح ينطلق مع ثنتين يا بن مقارح يقدم لكم سلهود ويقدم لكم الظبي في هذا المسار الجميل والتحدي المثير. 2 كيلومترات 2 كيلومترات يا أهل المهجنات 2 كيلومترات هنا عن خط نهاية عن ناموس هذا الشوط عن مسار هذا الشوط عن تحديات هذا الشوط شوط الختام شوط الختام. وتابعوا في موقع الوثبة تابعوا في موقع الوثبة روح اللي يبغي الناموس في هذا الانطلاق في هذا المسار على البداية وين على المسار المستقيم المسار المستقيم هنا نحو خط نهاية نحو خط نهاية. يا سلام هناك أيضا على البداية والمقدمة الله وين من وين يا بن يروان من وين ما شفناك يا بن يروان ما شفناك هذه الوسمية ما طريناها إلا في هذه اللحظات الوسمية الوسمية وسمية بن يروان يتقدم أحمد بن محمد بن يروان المنصوري هناك أيضا اللي دوم مكيف اللي دوم مكيف هناك أيضا يقدم لكم الوسمية ولكن البداية والمقدمة والمركز الأول هنا ظن عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي يتقدم في هذه اللحظات 1200 يا الدرعي 1200 منتحرين من أجل الناموس يا الدرعي منتحرين من أجل الناموس يا الدرعي هنا في هذا الانطلاق في هذا المسار هناك أيضا الكثير يتقدم ولكن هنا شعار أيضا الله 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 عذا هناك أيضا صالح بن محمد بن سعد المري يقدم لنا عذا هنا أيضا اسم عذا هذا عذاب يا عذا هنا في هذا الانطلاق في هذا المسار هناك أيضا في هذه الانطلاقات الجميلة وفي هذا المسار المميز يسلم ما بين الدرع والمري ما بين الدرع والمري هنا في موقع واحد في موقع واحد الدرع والمري ما بين هالأسماء ما بين هالشعارات الله يعين كل واحد وموقفه الحين كل واحد وموقفه الحين ولكن الدرعي الدرعي يتقدم يتقدم مع ظن يتقدم مع ظن اللي ما تخيب الظنون اللي ما تخيب الظنون يا راعي ظن يا ابو سلطان يا ابو سلطان عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي يا ليت تعرف وين رد السلامات وين رد السلامات يا الدرعي هناك يا رقيعات ولا رقيعات ولا يا الدرعي هنا سلام 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 عليكم يا مصانع الجنوب يا هل رقيعات يا هل رقيعات في هذا الانطلاق روحوا به روحوا به هنا في هذا المسار بانطلاق الظن وتحدياته المثيرة تهانينا والناموس لك يا راعي ظن على هذا الفوز لحظات وصول ظن إلى خط نهاية معلنة هذا الفوز والتحدي المثير والانطلاق المميز المركز الثاني المركز الثاني وصول من عدا صالح بن محمد بن سعد المري المركز الثالث هناك أيضا مطفي محمد بن عبد الله بن حيروم المحرمي توقيتنا الزمني 8:30 بالوفاء والتمام والكمال هنا في هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام ختمنا سباقنا لهذا اليوم والانطلاق الجميل في صباح هذا اليوم مع انطلاقة سن لقاية وسن الإذاع هنا أيضا نلتقي في الأسبوع القادم مع السن الكبار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.